ألف مبروك، 3 نقاط، تعيد نادي الشرطة إلى وضعه الطبيعي. لا هو هذا وضعنا الطبيعي، ماكو متعة، هذا نادي الشرطة؟ مع الأسف، لا والله، مع الأسف، خلي الإدارة أرجع ونكرر، خلي يعيدون حساباتهم بهذا المدرب. يعني اليوم فايزين، يعني اللعبة لو باقي بعد 5 دقائق يمكن يتعادلون أمانة وردة. صراحة هاي واقع، نادي الشرطة يعني بصراحة ما أعرف، يعني ما أعرف شرادنا ما أعرف، كل متعة ماكو، مو هذا نادينا. مو هذا هسه خلي اي واحد يسمعني، هو هذا نادي الشرطه بينكم ما بين الله، هو هذا نادي الشرطه اللي تعودنا عليه، هذا نادي الشرطه اللي يلعب كره قدم، ماكو فريق بالعراق يلعب مثلها اليوم هيك نادي الشرطه، نطلع ويا امانه بغداد بالتواسيل، انا ما اعرف. فنتمنى تصحيح قبل يصير هزوجه حلوه احتف بها كل الجمهور، شلون قال اطلع لا تصير المشكله طلعوا المدرب، فيا اخواننا يا ادارتنا يا احبائنا قبل يوقع هو وقع، بس احنا نقول بعد بها مجال، بها مجال. سبب التراخم للاعبين بعد تسجيل هدفين شفناه اليوم وشفناه مباراة الجوي. المشكله وين؟ مو بس باللاعبين، احنا هسه ما جاي نركز وين نقاط الضعف مالتنا، لان هو المدرب نقطه الضعف الاكبر. فلذلك انت ما تقدر تلوم اللاعبين، ما تقدر تحكي على اللاعبين، تسمع اشكال وانواع الحكي من هنا وهناك، يعني شويه هذا يعني انا اشوفه مو يعني ادارتنا شوي استعجلوا هذا المدرب ما يوصل ماكو كلمه حبيبي. الف مبروك، نتيجه مهمه او 3 نقاط مهمه لنادي الشرطه. والله هي مو مهمه يعني من كثر ما مهمتنا المدرب مو زين مالتنا، احنا المدرب ما جاي اي حلول، اي صارنا كم لعبه كلنا نلعب شوط واحد، اللواعب هم يلعبون شوط واحد والمدرب فكره هم يلعب شوط واحد، ما اعرف يعني شنو يعني احنا وين ما بغداد لعبتنا جاوه زاكو الله يستر من اللعبه الجايه. انت اليوم تبحثون عن المستوى ام النتيجه؟ والله المدرب لا خلى مستوى لا خلى روح عند اللواعب يبدأ، يعني اكو مشاكل حتى ولا اللواعب قال ما نقدر نلعب قاعد يلعبهم. حسين علي مدرب لياقه قال له ما يلعب لعبه خلاه مصاب، وحسن همينا يعني مصاب وما لعبه ويلعبه، يعني المدرب كلش مو زين وعنودي يعني كابتن. كابتن احنا المدرب ما يفيدنا، يعني انا خليش معنا كل شيء الاداره، لا مدرب لا مساعد مدرب ولا مدرب لياقه، يعني اكو فهد يوسفي بدله شلون انت مدرب على مطبع المباراه؟ هسه انا عندي فريق شعبي اباوع على الخطا، هذا نادي الشرطه بالاليات ابو السبعينات، ايش شنو مدرب اذا لسع طول بيدك والدفتر وقلم شكو عندي؟ احنا حجينا بس بدون اساءه انتقد عمله للمدرب بس حبيبي عمله باطل كابتن عمله باطل. خلي تفضل الحج سؤال رحمه الله عليه، بس اسال الاداره سؤال واحد، اقول لهم هذا الفريق مو نفسه لخذ دوري فرق 20 نقطة فرق 7 أدوار اكو نفسه، لا حد يقول لي مو نفسه، نفس الفريق تدري الفرق وين؟ مو نفس الكادر. لا 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 انت حسيتها بعد، انت تسألني وانت حس جاوبتها، فرق بس الخط بس الكوتش قلبي، نفس الفريق هذا 20. لا وانا بالنسبة لي مو ندمان، لان انا احب فريق ما احب مدرب. اكيد هو اليوم هذا المدرب يجيب لقب للفريق. نعم 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 نعم، بصمه مؤمن يعني سماء ارض، ماكو شيء مبدا. احنا بالرياضه الشوط الثاني شو اسمه شوط المدربين، زين اني شوط المدربين اني صار 7 لعبات والعكس صحيح، ثاني شوط النار علينا. اذا حبيبي ترى الخلل مبين يا اداره. لا هسه قلت لك فرق 20 نقطة شلون لاعبين؟ فرق الكادر التدريبي حبيبي، فرق الكادر خليه يراجعون نفسهم، ترى مو كل من يغلب 2-1 يعني فريق جماهيري لو يلعب طوبة صح. طلع المدرب يا اخي، طلع المدرب جيب عقلية تقود هيك فريق، طلع المدرب جيب نعم محلي ام محترف. والله اي مدرب يعرف نادي الشرطة، مو اي مدرب يجي يقود. اعرف اي مدرب يعرف يقود هيك مجموعة حلوة من اللاعبين اجيبه. هم غشمة ما يعرفون المدرب المحلي من الاجنبي ياهل احسن، ما يدربون المدربين اللي قاعدين، كل المدربين هسه قاعدين اذا كانوا عراقيين واذا كانوا اجانب، مو واجيبه يقود الفريق ونلحق وبعد وقت. انا اشكرك. السلام عليكم. احنا بطل دوري مرتين وبطولة العربية بها ثالث، نفس الفريق ونفس الإدارة، بس الكادر التدريبي هم يشخصون المشكلة، ما يحتاج جاره على القاضي. هسه الإصابات ما شاء الله خير من الله، هسه إصابتين جديدة خير من الله، ليش غيروا مازن عبد الستار وضاف إلى مدرب؟
احنا ايش كم ندوب نعالج هيك؟ يعني هسه هاي بدايه، هاي فرق سهله، بغداد اليوم نعالج وياه، النفط نخسر وياه، دهوك نخسر وياه، لحش على الفرق القويه، شلون راح ننافس؟ شكرا. راح تجينا لعبات قويه، راح تجينا ويا زخ، راح تجينا ويا الحدود، احنا نطلب من الاداره نشوف انه مدرب غير مدرب، يعني يعرف الدوري العراقي، لواعيب عندنا سوبر، والله. يعني نفرض اجى مدرب جديد، نعم، هم يحتاج دفعة خمس لعبات يلا يستقر الفريق. ما يخ بس هم نفس الواعي شو أخذوا ثالث على دور بطولة عربية، يعني بس مدرب يعني يعرف مدرب لياقة، يعني مدرب لياقة ردة، ندعم من الله يجيبوننا مدرب لياقة. نبارك لكم على الفوز، رحم الله والديك، حشكاك رحم الله. كابتن مبروك، السلام عليكم، الله يبارك بك. أولا ثاني أنت سؤالك تقول خمس لعبات يلا يستقر الفريق، لا، المدرب السوبر يفرض نفسه من أول لعبة، وإحنا فريق مليان نجوم، كله نجوم من الجول إلى آخر لاعب كله نجوم، إحنا نفس لاعبين ذولا أخذوا دوري ورا. من المدرب السوبر تقصد به؟ هوايكم مدربين سوبر، محلي لؤي صلاح، قصي منير مدرب عملاق يجي يدرب الشرطة، إيش بيه؟ ليش جايبين مدرب؟ ماكو الفريق كله تعبه، ماكو، لا تبديل بيه حظ. لعبة النفط الفاتت تبديلات ما لها علاقة، الجهة اليمنى بها المواس وبها بسام شاكر يقعدون اثنينهم، ينزل محمد داود جناح، واحنا مهاجم ما عندنا، سانتوس لاعب 90 دقيقة كل شيء طوبة ما لزم، فريقنا بدون مدرب دا يلعب باللواعب والله العظيم. شكرا جزيلا. وشي السلام عليكم. مبروك. يا مبروك هذا. ليش ثلاث نقاط مهمة؟ طعم الخسارة يصير، أنا أقول لك شلون. مدربنا فاشل. على الشحماني رسالتي إلك، كنا ساندناك وكنا وقفنا وياك وكنا حبيناك، لا تفلش النادي بقرارك بأن أنت تتمسك بالمدرب. أترجاك رجاء، صح إحنا أخذنا الموسم الثاني أخذناه، بس لا تتمسك بقرارك، أترجاك بالحسين الشهيد طلع المدرب، هي القرار بيدك. لا لا لا، بس من رخصتكم حسين عبد الواحد هو من راح يطلع؟ المدرب اللي يجي غير يجيب كادره وياه، اجانا بطرق دفتره، تقول دفتر مال فواتح بس يسجل ودب بالقاع، مدرب ايش؟ ماكو بصمه واضحه، ماكو يعني اليوم بشرفك ارجحها كلها دفاع، ويا من لاعب ويا ريال مدريد امانه بغداد عمي، رجعوا دفاع، لا خاله رجعوا دفاع، لا مو بكيفك، رجعوا دفاع صريخ ما بي، بس لا رجعوا دفاع، بيمن لعب لا من رخصتك، لا من رخصتك، بيمن لعب بس بمحمد داود هجوم، ويا من لاعب غير رجعوا، عبد الرزاق وسط، ابو مجيد وسط، دريسة وسط، محمد مزهور وسط، كلهم وسط، ايش عندك؟ وشكرا لك في دول عمرك. السلام عليك، شلونك حبيبي؟ والله ما فرحان ليش؟ سألني ليش؟ مو شغلة مستوى، هم نفس اللاعب احنا اخذنا بهم دوريين، صح لو لا؟ المشكلة روحية مال الفريق ماكو، ما تحس انه روحية اكو بالفريق، يعني من الكوتشي لحد ما توصل للمهاجم تشوفهم كل من عبالك واحد ما يحكي الاخ، عبالك متعاركين، ما تعرف شنو، احمد باسل يفلته، احمد باسل يعني 17 جزاء ما طلع عنا وحدة ذاك المو 17، ولهذا الشيء خلوه بدون منافس، قام براحته بكيفه، ما بكيفه، تجي للمهاجمين خلوهم بس هم الوحيدين، ابو اللياقه جابوه ما حد يعرفه، انت هسه علامه تعرفه ابو اللياقه؟ تعرفه؟ وين كان يتدرب يا نادي؟ ها؟ بالكهرباء، هذا الكابتن حيدر عبد القادر، مدرب لياقه ومحلل فني. يا اخي احنا رحمه لوالديك يعني مصطفى من رخصتك، رسالتي البعض الجمهور، البعض الجمهور لا يفضلون مصلحتهم الشخصيه ويا المدرب على الفريق. يعني شنو مصلحتهم الشخصيه؟ هم راح يعرفون انا ايش جاي احكي. يعني شنو مصلحتهم الشخصيه؟ لا يفضلون مصلحتهم الشخصيه على الفريق. الشعار فوقهم وفوق اكبر واحد. شعار نادي الشرطه فوق الكل. وهاي اريدك تطلعها. الله يبارك فيك، مبروك بس الجمهور، كون الاداره كلها تطلع كادر التدريبي من مدرب لياقه لحد المدرب المساعد. ما حد ما هجم الفريق غير حسين عبد الواحد، مشكلتنا حسين عبد الواحد اذا طلع الفريق بخير يصير. نضمن الدوري، اذا طلع حسين نضمن الدوري من المرحله الاولى، بس هاي اللي اقول له. شنو بده يصفون الحسابات الشخصيه بيناتهم؟ يعني حسين عبد الواحد ما حد ما طلع المازن عند الستر غير ابو حسين، كون يطلع نخلص من عنده ينقلع من النادي، بلا اسوء صار على النادي.